جوزك مدمن كروي بيسيبك بالليالي على القهوة؟ كاس العالم داخل ومش هتشوفيه؟ الحل عندنا. اخي نداء على طيارة الدوحة، طيارة الدوحة. حد هنا رايح الدوحة؟ وهو باختصار انه يتفرج من البيت. علشان كده هنستخدم خطة في منتهى الذكاء، واننا نصنع اجواء كاس العالم المنزلية الغريبة بتاعتنا. وبالفعل بدأت اجمع اغرب منتجات موجودة في كل حتة على الانترنت، فانا متحمسين لفيديو النهاردة واننا نشوف اقرب الاختراعات والاكتشافات العلمية لتهيئة الاجواء المناسبة للاحتفال. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو ده، اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس، ولايك يعني لايك على كل التمثيل والتحضير والاجراءات الاخراجية دي، لان بجد بيدعمني جدا وبيفرحني وبيفكر اكتر كده. يلا بينا بقى على الخطة اللئيمة. يسرى تجري. قاعدة رقم واحد، ودي انا مش هقدر اساعدك فيها، يا اما اشتراك في بي ان ب 1500 جنيه، يا اما وصلة الدش من عم محمد اللي على اول الشارع. انا ما قلتش كده. الو؟ ايوه. ايه يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل. مالك فيها؟ مفيش. بحضر لك اجواء كأس عالمية في البيت علشان تتفرج عليه في البيت يا حبيبي. ماشي خير ان شاء الله. ويلا بينا بقى على تاني خطوة، وهي انكم تجيبوا الحاجات اللي هتنجح من تجارب النهاردة. يلا بينا بقى على ساحة المعركة. في مقولة ونظرية علمية انا بحترمها جدا، وبتقول ان اقرب طريق لقلب الراجل هي معدته، وانا بقى احب اضيف عليها كوبليه تاني، وانه اسهل طريقة تقعدي بيها الراجل في البيت هي برضو معدته. علشان كده لزوم الفرجة على الماتشات لازم يكون فيه بعض المأكولات. اول منتج للنهارده وهو جهاز صنع الفشار الكروي الاصلي ده. ايام زمان كان الجهاز دوت عباره عن كلب بيطلع الفشار من بقه، ولكن بما اننا في كاس العالم كل حاجه بقت كوره، فلقيت الشيء دوت موجود على كوكب الانترنت وبيتباع ب 500 جنيه تقريبا، بس عشان هو على شكل كوره. حصل. كل اللي مكتوب ان احنا محتاجين كوباية من الدرة بتاعت الفشار بدون زيت بدون اي حاجة. يلا بينا. هو الجهاز فيه زي فتحة كده من هنا، ده مكان المفروض الفشار، بس ان احنا نحطه. مكتوب ان احنا نغطيه كويس ونقفل عليه كويس جدا. المفروض انه ياخد من 5 لـ10 دقايق، وما بين كل مره ومره لازم نسيب 15 دقيقه، فيا رب يظبط، لان الشيء ده انا دافعه فيه دم قلبي. جاهزين؟ وات؟ اوكي يا جماعه صوته عالي قوي، ربنا يستر. انا هعمل حاجه المفروض ان احنا ما نعملهاش، بس الفضول قتلني الصراحه. فين الجهاز ابتدى يسخن، فاعتقد الفشار ممكن يضرب فينا في اي لحظه. نستنى لحد ما يطلع لنا فشار، يا رب يكون طعمه حلو علشان ما نتفشلش. انتوا عارفين حاجه؟ انا يتهيألي عملت حاجه غلط. شال من هنا وبتتحط هنا، لما يبتدي يطلع من هنا ينزل هنا. يا جمال ويا كده، استنى في حاجه فوق. يلا وي نسيت، يلا وي. اوكي، بتحطوا الميجرنج كاب هنا علشان يقفل. ايه جامد يا جامد؟ يا لهوي، المطبخ بقى تاني في شهر. في محل جوع علشان بجد في فشار متوحش هنا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا جماعه هو حرفيا بتودي الفشار في كل حته، المكنه هتنفجر من الفشار. ايه الحوار ده يا جماعه؟ عايزه اقول لكم ان هي سخنه، يعني لو في اطفال او كده اوكي شكرا. لو في اطفال او كده حاسبوا ان هما ما يكونوش جنبها علشان فعلا سخنه. هنروح بس نشوف في اي فشار محروق جوه ولا لا. اشوف بيها الصراحه لان البلاستيك ده سخنه قوي. مره تقريبا بتعمل سلطانيه كامله. في كام فشارايه محروقين اللي هما كانوا تحت، في تقريبا حوالي 5 فشارات محروقين، ولكن مش قوي يعني الصراحه، فانا هقبل بالموضوع ده. رقم 2 ناجحه باكتساح. ولان القعده الحلوه تحب التشجيع الجامد، لما يمسك السلطانيه بايديه هيشجع مثلا برجليه. لقيت يا جماعه الشيء الغريب جدا ده،
وده هنا المفروض ان انتوا بتحطوا عصير بقى، بيبسي، ميه، اي حاجه هو عايز يشربها. من فوق تحطوا السناك 2 في 1، عنده ايد ياكل بيها وايد يشجع بيها. فيلا نشوف بقى الشيء ده شغال ولا لا. خلونا نحط هنا ميه ونملاها، يعني انتوا تكونوا واقعيين في الموضوع عشان نشوف هتدلق ولا لا، لان الكنبه اهم من اي حاجه في الدنيا. ونقفل عليها كده هو. انزل لي يا ابني بالفشار. اهو بعد اللي انا عملته في الارض ده انا مش عايزه حد يقعد في البيت. جيش كل وبلع بلع وكل. انا متاكده ان الاختراع ده يعني انتم هتشكروني عليه. جول جول جول. احنا في امان، احنا في امان، وكنبتنا في امان. اوكي يا جماعه، الشيء ده جامد جدا وكان ب 35 جنيه. ولان القعده الحلوه ما تحلاش من غير ايه؟ مفيش غيرها طبعا، اللمه الحلوه. فاللمه الحلوه تحب المشاريب، العصاير، الميه، وانت رايحه جايه. حلك عندي. مشورتك دي غاليه جدا على علماء كتير في هذا الكوكب، فاخترعوا لك اختراعين اقرب من بعض. خلونا في الاول في الغالي الصراحه، عشان انا دافعه في الشيء دوت 490 جنيه. ده ديسبنسر تحطي فيه اللي انت عايزاه، ولكن احنا دلوقتي في موسم ايه؟ كاس العالم. ده يا جماعه حرفيا هو عباره عن ديسبنسر وعلى شكل كاس العالم. بصوا اي حاجه كوره الشهرين دولت تعرفوا ان سعرها هيتضرب في 2 وفي 3. بتفتحوه من فوق، المفروض ان احنا نملاه باي حاجه احنا عايزين نملاها. اوكي يا جماعه، هو حرفيا يشيل كتير جدا جدا بقى، يعني انا متخيله ان ازازه الميه ممكن تملى حد هنا، فهو ممكن اعتقد ياخد لحد 3 لتر تقريبا. اوكي مكتوب عليه 3.5 لتر، والله اني مهندسه. بعد كده هنقفل ده من فوق عشان طبعا ما يدخلش اي ذباب ولا اي حاجه مقرفه مش عايزينها جوه. جاي معاه الشيء الجامد ده، وده علشان تحطوا فيه تلج وتركبوه هنا كده، فيفضل المشروبات جوه الديسبنسر ساقعه طول الماتش. ان هو محطوط في كونتينر، فلما التلج يسيح ده ما يبقاش ميه. لو مثلا حاطين بيبسي او اي حاجه زي كده الموضوع ما يقلبش ويبقى ميه، فاهمين قصدي؟ خلونا بقى دلوقتي في المهم ونشوف هل الشيء ده فعلا شغال ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه صح المفروض يتفتح على فين، على جوه ولا على هنا ولا كده. اوكي لا مش عارف. بنسحبه لتحت كده. لا انا مش فاهمه. اوكي يا جماعه، هو مش جاي معاه اي انستراكشنز. No God please no no no. فلوسي. لا كان في ميه بتنزل، ولكن مش فاهمه المشكله فين. يا افشل ما شافت عيني، الشيء ده في مشكله ما في القطعه دي او في التصميم ككل، ولكن حرفيا ما بيطلعش اي سوائل من المكان المفروض، بيطلع من كل الاماكن الثانيه. ف صيف خسرنا شوط، ولكن ليست المباراه. اوعدك ان لسه في امل انك مش هتتمشوري يا غاليه، ما تستهونوش بيه. هو يبان ساذج وعباره عن قطعه بلاستيك. كام واحد فينا تعب وتزل ومل في المناسبات والعزومات والتجمعات انه لو سمحت حط لي ميه، وانا عايز بيبسي، وانا عايز 1.7. مين ضيع حياته في صب الازايز؟ مين؟ انا هذا الشخص. اول ما شفت يا جماعه الشيء ده كان ب 60 جنيه بصراحه حسيت انه واو. ونحط بقى الكوبايات كده. ايه؟ بصوا انا هبهركم دلوقتي. مشروبنا الحلو بقى ميه، كركديه، 7 اب، عناب، عرقسو، اللي انتم عايزينه. عمل بطولي. اللي بيحصل ده يعني بجد اكتشاف للذره. واحلى حاجه ان كلهم قد بعض كده، تكوني مليتي للجيران وجيران الجيران اللي جايين يتفرجوا عندكم في غمضة عين. ويلا بينا بقى على الخطة الخماسية السداسية السباعية اللي جاية، ودي من اهم الخطط في فيديو النهاردة. العيال، احب اقول لكم على نظرية جميلة، وهو ان مفيش راجل هيقعد في البيت يتفرج على ماتش كروي احداث العالم بتدور حواليه، والناس مش شحطة من الدوحة رايحة الدوحة جاية الدوحة والعيال فوق دماغه. ابسولوتلي لا. اب بيتفرج على الماتش، ام مش متمشورة رايحة وجاية، واطفال مبسوطين بيلعبوا في هدوء. يا سلام على هذا المشهد الافلاطوني.
رائع. ولان الكوره يعني دوشه دوشه يعني كوره وتكسير في البيت وخناقه وتفكك اسري، فانا جيت لكم بالحل. احب اعرفكم على كوره السكتم بوكتم. الكره تابه تتمنى ترفضك يا ليونيل. كاس العالم شيء ثاني، ماذا بيني وبينك؟ لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ انا الذي فعلت كل شيء، انا الذي صنعت كل شيء، انا الذي فزت كل شيء، انا الكره اللي تضحك لي، انا الكره اللي ضحكتها، انا الكره اللي حطيتها، انا الكره اللي امرتها، انت لماذا ضدي يا كره المونديال؟ احلى حاجه بقى ان هي طبعا تو بلايرز، بس انا مش هبقى مجنونه بقى واحط صوابع يعني هنا، انا مش هبل انا لا خالص، الهبل ابعد حاجه عن شخصيتي. وهو ده كل اللي انتم محتاجينه. وبكده تكون الخطه مكتمله الاركان وكل العيله مبسوطه. الفتره اللي جايه الاجواء هتكون جميله، وكاس العالم بيقرب الناس كلها من بعض، مش بس على سكيل الاسره، كمان في الوطن العربي والعالم كله. فبجد استمتعوا بالاجواء دي مع الناس اللي انتم فعلا بتحبوها، حاولوا تقضوا احلى وقت وتعملوا احلى ذكريات بحدث ما بيتكررش كتير. الصراحه مش من اكبر هواياتي الكوره خالص، ولكن فعلا بستمتع جدا بالوقت ده، لان فعلا بحب اشارك الناس اللي بحبهم حاجه بجد بيحبوها. وما تنسوش لايك للفيديو ده، اشترك في القناة وتفعلوا الجرس. اتمنى ليكم كاس عالم سعيد، اتمنى كل العالم تكسب، اتمنى كل البلاد تطلع مبسوطة. مش عارفة ده هيحصل ازاي، ولكن ده في عالم موازي. خلونا في الواقع ان الاذكى والامهر هو دايما اللي بينتصر في كل حاجة، حتى في الخطط. والله اشوفكم الفيديو الجاي، لو حابين بارت 2 متنسوش تضغطوا لايك للفيديو ده. شكرا جدا جدا ليكم، نكم هنا. تريزيجيه حطها، حطها الله على يا فيفا. بص شوف يا فيفا، بص شوف المنتخب المصري بيعمل ايه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، والعزة للمصر.